أهلا بيكم في جولة إخبارية جديدة من داخل صالة التحرير. اليوم السابع عن أهم الأخبار المحلية والعالمية هيكون معاكم في همة سلامة. بعد الجدل اللي كان حاصل اليومين اللي فاتوا والتساؤلات الكتيرة عن إمتى الرئيس عبد الفتاح السيسي هيلقي خطابه أمام البرلمان، النهاردة الصبح رئاسة الجمهورية أخطرت الأمانة العامة لمجلس النواب بأن الرئيس هيكون موجود يوم السبت الصبح لإلقاء خطابه أمام البرلمان، وده بشكل رسمي ونهائي. كمان من الحاجات الجدلية لو كان عاملة جدل خلال الأيام اللي فاتت عن هل الرئيس هيلقي خطابه جوه البرلمان ولا هيبقى في مكان تاني زي مثلا قاعة المؤتمرات ولا هيكون في أي محافظة تانية، لا الرئيس هيلقي خطابه جوه المجلس يوم السبت بحضور كل النواب وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة. خلينا أقول لكم إن الأمانة العامة النهاردة وجهت تنويه للعاملين بالمجلس من خلال الإذاعة الداخلية وأعلنت فيه إن يوم السبت هيكون أجازة لجميع العاملين بالأمانة العامة، وده ما عدا الزملاء المكلفين بأعمال تتعلق بانعقاد الجلسة في هذا اليوم، ودول الزملاء اللي المفروض بيحملوا تصريح خاص من رئاسة الجمهورية. كمان الأمانة العامة أخطرت المجلس بأنه تقرر حضور الزملاء المكلفين بأعمال تتعلق بجلسة بيان رئيس الجمهورية، وده هيكون الساعة 7 الصبح. وقالت كمان الأمانة إن الدخول هيكون من باب واحد، وعلى الزملاء ترك أدراج المكاتب مفتوحة وعدم ترك أي أشياء ثمينة أو آلات حادة أو أي مواد ملتهبة فيها. خليني أقول لكم إن بعض النواب دلوقتي بتواصلوا الأمانة العامة لمعرفة إزاي هيتواجدوا وإمتى هيتواجدوا والباب اللي هيدخلوا منه هيكون باب إيه، لأنه طبعا لازم يكون باب غير الباب اللي هيدخل منه رئيس الجمهورية. كمان ملامح الكلمة لسه لحد دلوقتي مش معلنة. الشخصيات العامة اللي المفروض هتكون حاضرة اللقاء لحد دلوقتي برضو لسه مش معلنة، في خلال الساعات الجاية إن شاء الله هيتم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بيوم السبت. الساعة 2 الفجر الناس كلها شهدت خبر مفزع ومفجع جدا لاصطدام قطر جاي من بني سويف بكتلة خرسانية كبيرة أدى لوفاة بعض الأشخاص وإصابة البعض الآخر. خلينا أقول لكم التحريات أو التحقيقات الأولية وصلت لإيه. التحريات وصلت إن سائق القطار اصطدم بحاجز خرساني بمحطة ناصر ببني سويف، وده نتيجة إنه فصل جزرة الهواء الموجودة بجهاز التحكم الآلي للقطر والمسؤول عن وقف القطر في حالة تجاوز السرعة المحددة ليها. كمان مصادر من وزارة النقل كشفت إن التحقيقات قالت إن سائق القطر كان مقرر ليه الوقوف في محطة ناصر من الأساس، وإن مراقب برج محطة بني سويف إداله أمر الدخول على سكة التخزين، يعني المفروض القطر كان داخل تخزين بس دخل بسرعة عالية جدا أو سرعة يعني كبيرة جدا غير المعتادة. نقول لكم إن السرعة تقريبا 8 كيلو متر في الساعة، فكل المؤشرات أو كل التحقيقات الأولية قالت إنه تجاوز السرعة دي وهو اللي أدى لفصل عربة القطار عن العربة الأولى واصطدامها بحاجز خرساني كبير أدى لإصابة عدد كبير جدا من الأهالي. أحمد الشريف المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل قال إن ليه بقى تصريح غريب جدا، يعني ده تصريح يعني زي ما بيقول لك كده بيحط العصاية في العجلة. قال لك إن حالة السكة الحديد في مصر متدهورة جدا وإن هم بلغوا كتير من المسؤولين بده، وقال كمان إن الوزارة محتاجة 90 مليار جنيه بيتم تدبيرها بعيد عن الموازنة لإعادة هيكلة السكة الحديد. يعني وزارة النقل محتاجة 90 مليار جنيه لحد ما يجمعوهم هتفضل الحوادث شغالة وهتفضل القطارات تخرج عن القضبان وهتفضل حالة القطارات يعني زي ما بيقول كده زي الزفت بيموت فيها ناس كتير، حادثة بني سويف اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي بعدها لحد ما يجمعوا إن شاء الله 90 مليار جنيه الناس هتفضل تموت عادي جدا مفيش أي حاجة. خليني أقول لكم تصريح تاني غريب لوزارة التضامن قالت فيه إنها بتشكل لجنة لبحث حالات المصابين في حادث قطر بني سويف واللي أسفر عن إصابة العديد من المواطنين. كمان كمال الشريف رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في وزارة التضامن قال في تصريح ليه النهاردة إنه تم تكليف مديرية التضامن لمتابعة حالات المصابين وإن غالبيتهم خرجوا من المستشفيات باستثناء 18 حالة بس لسه موجودين تحت العلاج، وإن الوزارة خصصت 100 جنيه عن اليوم الواحد، وإن 100 جنيه دول
تحت بند بدل إعاشة. ده بدل إعاشة بيصرف للفرد عن اليوم الواحد لحين بحث حالات المصابين وكيفية تقديم مساعدات لهم. يعني الناس تتقلب وتتكدس فوق بعضها في القطارات ويحصل حوادث كتير جدا، وفي الآخر يصرفوا لهم 100 جنيه بدل إعاشة. بيقول لكم يعني متحدث باسم قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة الضمان الاجتماعي بيقول ان ده مش بدل ولا صرف إصابة ولا أي حاجة، ده بس بدل إعاشة لليوم الواحد. محافظ بني سويف كمان كان ليه تصريح النهاردة قايل ان هو تم الانتهاء من رفع أنقاض حادث انقلاب القطر، وقال كمان ان حركة القطارات عادت تدريجيا بعدما تم الاستعانة بأوناش عملاقة من بني سويف والمنيا لرفع الجرار وعربة القطر اللي اصطدمت بالكتلة الخرسانية. الموضوع اكبر من ان قطر يخرج بسرعة كبيرة جدا، والموضوع اكبر من موضوع المزلقانات. الموضوع محتاج إعادة هيكلة كاملة من وزارة النقل، ومش وزارة النقل بس بصراحة اللي هتقدر تعمل ده. الموضوع محتاج من الدولة إعادة نظر على موضوع الإطارات وعلى حركة النقل بشكل عام في مصر. ولعشاق كرة القدم، النهاردة إدارة النادي الأهلي قالت إنها رفضت عرض كبير من أحد الأندية الروسية لشراء إيفونا، ودي في الفترة الانتقالية وبنهاية الموسم الجاري. كمان مسؤولي النادي الأهلي قالوا أو ردوا على نظرائهم من الفريق الروسي أن إيفونا ليس للبيع في ظل حاجة الفريق لجهوده سواء في الوقت الحالي أو الموسم المقبل. خليني أقول لكم أن إيفونا مرتبط بعقد مع النادي الأهلي لمدة 3 سنين، وده بعد انتقاله لصفوف الفريق للفريق الأحمر من صفوف الوداد المغربي مطلع الموسم الماضي. اخر خبر معانا النهارده خبر فيه شويه امل وسط كل الحوادث والكوارث اللي احنا بنقابلها. النهارده مستشفى المسالك البوليه باسيوط الجامعي اعلنت عن نجاح عمليتين لزرع الكلى على ايد فريق طبي مصري 100%. النهارده الدكتور هشام حموده مدير المستشفى قال ان نجاح العمليتين ده ياتي في اطار برنامج زرع الكلى المنفذ في الجامعه واللي بدا مؤخرا، وقال ان العمليتين تمت على أيدي فريق طبي مصري خالص من أبناء جامعة أسيوط اللي بتضم كوادر متميزة ممن تلقوا أعلى مستوى من التدريب في كبرى جامعات ألمانيا في هذا التخصص. العمليتين تمت لشابين، واحد عنده 18 سنة والتاني عنده 37 سنة. وبكده تنتهي جولتنا الإخبارية النهاردة. استنونا في جولة جديدة من داخل صالة تحرير اليوم السابع. نشوفكم على خير.